وبعدين المشكله هنا في نقطه بس انا مش عارف ممكن نمسحها طبعا مش بس كده في نقطه كمان اللي هي المشاركه في الحياه عموما هي الجواز كله عباره عن مشاركه فساعات الراجل مهما كان ليه عقله وليه فكره ساعات بيبقى عايز مثلا يقعد ياخد راي الدكتور في حاجه ممتاز وده اللي عمله النبي عليه السلام بالظبط دي جزء من المشاركه صح يقول لك انت ازاي اصلا تاخد رايها انا هرب في مثلا يقول لك شاورها وخالفها شاوروهم وخالفوه لكن لا هو ده جزء من المشاركه مهم جدا انا ممكن اكون مش عايز اكلم مع حد على صحيح متاكد ان هي هتحفظ سري او بتفضفض او بتطلع او هطلع اللي صح بالظبط صح هو طبعا الراجل العاقل اللي بيبقى ايه عنده امراه عنده امراه حكيمه يعني يكلمها ويقول وهي المراه بتجيب القرار لما بتتكلم فسيبوها تتكلم مش هتبقى عايزه تطلب منك حاجه هتطلع النتيجه وتطلع الحل وتديك كذا طب سمع الكلام خليني في النقطه دي عشان دي نقطه اساسيه من المشاكل وبيجي عليها اللي هنستخدم فيها حته الايه التغافل هو عنده راي وانا الراجل وانا صاحب القرار سبتك سودة لو ما سمعت الكلام وهي عندها رأي رأي مين اللي يمشي يقول لك الحق اللي يمشي يقول لك قوم امشي قوم امشي مفيش انا ظابط دماغي على كده وهو كده عايزه حد من النساء تجاوبني رأي ليه هو الحق ليه ما انا ليه اصل انا بقول ليه لان انا بيواجهني دلوقتي عنصر من كاتبين بوست للبنات هو انتوا اللي كاتبين لي البنات؟ قال لا وفين الرجال؟ ايه ده الدنيا ما عندها هسس هو المسؤول ليه؟ عشان هو المسؤول ايه ده؟ القوام كده يعني شرف يعني ولا تكليف ولا الله يفتح عليكي اسمك ايه؟ امو ايه؟ اللهم اغفر لام حبيبه قولوا امين قيلها الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب واحنا معاها براحتك بقى في الجنه عايزه زوجه براحتك احنا بنقول اهو ان شاء الله فعلا الى الجنه ده عنوان الهديه على فكره دلوقتي بلاش نحرق عشان ايه؟ عشان هو اللي شايل الليله، عشان لما يجي حد من بره فين راجل البيت الشنب اللي هنا؟ انت خدت القرار بالفلان الفلاني وكان هو اللي هيتحمل النتيجه. خليه يشيل شيلته. ما تسيبيه يشيل شيلته، انت شايله شيله غير شيلتك ليه يا حبيبتي؟ ما تعيشي لانوثتك ودلعك وندندشتك. بس بتنصحي ليه؟ لانه مش زوج بس، ده اخ ومسلم وله حق النصح واقرب ما يكون ليكي من ابوك وامك، جنتك ونارك. فليه حق النصح؟ تيجي الشيخ السعد يقول طب ما وافقش. وقراره غلط وانت عارفه ان القرار غلط هيجي بتعدي قلت له انا هقول له وهاجي اعدي من قدامك ومش قلت لك واجي كذا وانت عارف لكن هو صم خلاص شوفوا كلمه الشيخ السعد دي والله تتحط بصوا الماس كده في عنق كل امراه قلب بركه طاعه الزوجه لقرار زوجها الغلط اللي هو غلط اهو بس ببركه طاعتها هي يبارك الله في الامر ده ويعود بالنفع عليها والاولاد ليه لان الخير لا يعدى وليه ولان انت بتعاملي المحسن انتوا عارفين المحسن اسم الله المحسن احنا جهله في معرفه ربنا وعلاج الست بالذات الراجل ماشي اهو بره وبيسمع وكلام وقرارات وبيتعلم وكده انت سندت مين لازم يبقى لك حال معاه معلش احنا دوراتنا ومحاضراتنا لازم تختلف عن الناس الثانيه لان ده دين في حد دين كلنا مسلمين وده الميزه اللي ربنا عطاها لنا عن غيرنا انت عارفه المحسن يعني ايه سابق احسانه ليكي طب طالبك بالاحسان مطالبني بالاحسان طب ما اللي ما يتمرش فيه اقسم بالله على ولاد لذينه ولو مسكتهم اعملهم وانا بيه او هبهدل وما يستاهلوش لكن انت بتعامليهم ولا بتعاملي المحسن ليه لانه قال لي الله عز وجل قال ايه مين تقول وادعي لها قال ايه عن الاحسان وهل الله يفتح عليك وهل جزاء الاحسان الا الاحسان حتى والمعروف في غير اهله حتى لو في غير اهله فالشيخ السعد عليه رحمه الله يقول لك ايه بركه طاعه الزوج لزوجها في قرار الا اذا كان قرار خطا وضرره متعدي عليا وعلى اولادي وعلى ساعتها لازم انبه ده لو عليا انا ديني بحتسب وبنتظر من الله المحسن الشكور الودود الولي يدعي ده انا هضيع الثواب لا انا عمال اعبي مع المهدنيا لا انا عمال اعبي واحط فين عند الله سبحانه وتعالى تتفتح لي يوم القيامه احنا قاعدين كده لا تتفتح لي حسبه لله طب لو على الاولاد لو على مستقبل البيت لازم اقول حق النصح لمين يا رسول الله لله والرسول ولائمه المسلمين وعامه ومن طب ما سمعش خلاص اتشالت من عنقي
مش هاجي على الصراط ربنا يوقفني واقول له يا رب ده عرفت ما رضيتش. تقول لها يا رب والله قلت وطلعت له لساني بدا الاماره في الصلاه وعملت له وقلت له ما سمعتش. لكن لو ما فيش هو اللي يشيل سيبيش اللي تمام كده. النقطه دي عشان نقطه خلاف. بس والله يا دكتور لما بنكون عارفين التعاقد حاجه بتمعوق يعني صح جدع جدع هتعرف توصل لمدخل تقول صح صح. وده من فن اسلوب التفاوض والاقناع. انا ما بطلعش من نقاش الا كسبان وانت كمان كسبان. انا اخد اللي انا عايزاه وانت كمان خطوه منك وخطوه مني. وده فن التفاوض. وانت وين انت جزء وانا جزء. ودي الزوجه الناصحه الشاطره اللي لسانها حلو اللي يقول لها جاي يقول لها تقول قول معايبك. قال لها راجل غضوب وغضب سابقني. قالت له اللي اسوأ منك اللي دعتك للغضب. فين الحريم شفتوا الرد؟ اللي اسوأ منك اللي دعتك للغضب. احنا زي ما كان جد بس احنا اللي بعدنا عن الكلام. يا بنت اللينه ما بتتكسرش. طاقتي لحد موجه الغضب ما تعدي وبعدين نعاتي. طب انت متنرفز طب ايه رايك؟ بص انا هقوم اعمل لك الليمون. تحبش الليمون؟ بعصر عليه. طب اعمل لك ايه؟ عايز ايه؟ ها بكره هعمل لك كرشه. يلا اي حاجه. المهم اقطعي افصلي. وانت عارفه بدايه ال 111 عنده عامله ازاي. انت عارفه الغلط دي وبدايه الغضب ما تسمحيش عشان ما يضيعش. ده نهدى ولما نهدى نتكلم. الموضوع ما خلص. لازم ادي اشاره للمخ خليكي ناصحه برضه. الموضوع ما خلص ان شاء الله نناقشه بس مش دلوقتي. لما تهدى واللي انت عايزه. بس انا رايي كان كذا كذا وبرضه اللي انت عايزه. الله بس هو كان حصل ان ممكن النتيجه دي لو حسبنا ايجابياتها وبرضه اللي انت عايزه. هيقول لك والله بصي اللي انت عايزاه بقى اللي انت عايزاه. طريقه احنا ما عندناش للاسف طريق. تعالوا شوفوا الفيدباك اللي معمول للجيل اللي طالع. زعيق. الناس بتتكلم مع بعض بصوت عالي جدا بزعيق ولازم طب ليه ده ما بالراحه وغضب. طب ده غضبانين ليه؟ ما نتكلموا بالراحه. طيب حصلوا بقالنا 10 سنين 15 سنه والبهدله والدنيا والمواضيع بينا خلاص وصلت فعلا لكده. حل جوهري وهديه. ما تتناقشيش جوه البيت. خدوا اطلعوا اي كافيه بره. طبعا الاتراك لو سمعوكوا هيلبوكوا. بالراحه الاتراك ما بيحبوش الصوت العالي. سس كل كلمه ايوه ترجمي انت. فالاصل بالراحه. اضمن ان انت مش هتزعق، اضمن ان احنا في مكان مش عن كده، ونناقش الموضوع بهدوء.